فمروا حلقة مشاهدينا لفيديو انتشر بشكل كبير خلال 24 ساعة الماضية، وعمل هذا الفيديو طبعا انتشار واسع بكل مكان. وطبعا هذا الفيديو بيضمن عبارة ختمت كل معاني النخوة والكرامة لطفل سوري بينت عليه كل آثار وآلام هالدنيا، خصوصا انه بيشتغل بجمع الأدوات البلاستيكية وهو بيفتخر بهذا الشيء. خلونا نتابع. أموت وما أشهد يعني. إن شاء الله أموت وما أشهد. يعني هلا بتشتغل أنت؟ إيه. أه؟ أشتغل بالله. الله يرزقك يا رب. أنت الله يرزقك، إن شاء الله خلينا كل ولاد. رغم القعدة بالبيت أثناء الحظر، كورونا بيدفع مصارع نمساوي فيلم آوت ليعلن اعتناقه الإسلام قدام كل العالم بعد بحث كتير كبير يلي أجراها هذا المصارع بالدين الإسلامي. خلونا نشوف الفيديو. أشهد الله إله إله إلا إله الله الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا رسول الله الله. Das war mein Glaubensbekenntnis. Ich bin jetzt stolzer Muslim. Allahu Akbar. دايماً ساحة مواقع التواصل بتضج بالفيديوهات الغريبة يلي عم نشوفها، خصوصاً بعد انتشار فيديو صادم لأحد المشافي بالبرازيل أثناء مكافحة فيروس كورونا. وطبعاً هذا الفيديو بيبين فيه وضع وتكدس الجثث بجانب المرضى الأحياء المصابين بفيروس كورونا. خلونا نشوف. خلال حظر التجوال بالعالم وخلو الشوارع من الناس، هالشي فطبعا هو سمح لكثير من الحيوانات انها تخرج للشارع وتاخذ مجدة بالحياة مثل ما بيقولوا. فمثلا باليابان اقتحم قطيع من الغزلان المدينة بعد ما كانت مليانة بالسكان والسيارات كمان، ولكن فيديو اليوم كان لمجموعة من الدلافين ظهرت على الساحل في تركيا بشكل غريب. خلونا نشوف.